ما كاتبنا قدامه. ويمكن ياسر دلوقتي قال احنا بنحل اي مشكله. احنا لما عملنا الانهاء المذاكره عملنا ليه؟ بناء على طلب المحاسبين والممولين والناس كلها عارفين ايه الخلافات اللي موجوده بقى لها 20 سنه في المحاكم. دي متاخرات تربيه عليها المصالح. فكان لازم نحل واحنا فاتحين المجال اهو ونقول لكل مكاتب المحاسبه وكل الناس قدم طلب بس للمحاكم واحنا هنكمل اللي فات. يعني انت قدم طلب واحنا هنكمل وهنحل معاك. ومحطوط كل حاجه لكل المحاسبين. وانا بقولها علينا قلتها قبل كده. انتوا شهر 4 انتوا مطالبين تجيبوا المبالغ اللي قال عملوا بينهم ايه؟ لو قرروا السنين عملوا ايه؟ المكاتب المحاسبه كام شهر؟ ربنا يخليك. بس حاجه بسيطه انا بقول لكم اي مكتب محاسبه مستنداتك مظبوطه وانا عليك المقبوليه ان انا اخرجها وان انا اعتمد وان انا ما اخدش حاجه تاني مطالبه من نفس الصفحه كده بس اكتب مظبوط وانا اعتمد مظبوط. يبقى احنا متفقين معايا دلوقتي بنقول له ربع 60 مليار، بسيطة جدا. مفيش مشكلة بالنسبة لي أكبر مكاتب محاسبة موجودة ولا أي مشكلة. كمان بالنسبة لحصيلة الإقرار طبعا عامل بيها كل الأرقام ما خليتيش حاجة ولا. بس أنا عاوز أشكر عمرو المنير لأنه فعلا يعني أنا طبعا ممكن تبقى شهادتي مجروحة بالنسبة له. بس هو راجل عصري. هو ما بينامش فعلا. وبيشتغل في كل حاجة. في موظفه عقاريه جمالك في كل حاجه شغاله. فانا بقول ان شاء الله احنا على قد المسؤوليه وان شاء الله نرفع راس الوزاره وراس عطتك في ان احنا نحقق ارضه المصلحه وانا مش هنقول عليكم انا مكتب الخطوط اول مره مكتب الخطوط لكل المحاسب في مصر مكتوب لكل المنظمه دي مشكله انا مستعد احل اي حاجه. طيب ماشي. بس احنا مشكلتنا احنا لازم نقطع حاجه شويه تاني عشان اعرف شو بيتكلم. سلام عليكم.